السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اهلا وسهلا بكم على قناتي وقناتكم رشا نشرات السعاده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تجربتي مع اقوى واحسن واقي شمس اللي هو ليكرون سولاي. استعملته طوال السنه ودائما كنستعمله ولقيت عليه راحتي، لقيت عليه نتيجه مضمونه. وهذا النوع هذا ديال هذا واقي الشمس هو لاغوش بوزاي ماركه زوينه وماركه عالميه، وعندها يعني درجه عاليه في الحمايه ديال هذا لاغوش بوزاي. يعني لقيت راحتي معاه، بغيت نشاركو معكم ونهضر معكم على بعض الاخوات اخرين اللي هما موجودين، حتى هما زوينين بحال فيشي، بحال بزاف الانواع، بحال نيليا، بحال هادي. غادي نهضر معكم على بعض الاخوات وتجربتي انا مع لاغوش بوزاي. يعني فايت درتو درت حتى فيشي وتا هو صدق ليا زوين. كلهم هادو ماركه عالميه وزوينين وكتحصلوا على نتيجه مضمونه ودرجه عاليه. ويعني حتى قضيت هاد ليكرون فيشي يعني تيغنيك على كريم اساسي لان فيه طانتي. تابعوا معايا، غادي نهضروا على هذا المنتوج اللي هو لاغوش بوزاي. هذا لاغوش بوزاي صالح للبشره الدهنيه والمختلطه. هذا لاغوش بوزاي اللي تيكون عنده داك الخط اخضر، هذا الخط اخضر هو اللي كيلاق البشره الدهنيه والمختلطه. وكاين واحد النوع الثاني اللي تيكون عنده خط ازرق. هنا باش تتعرفوا الفرق اللي بيناتهم، وعنده حمايه عاليه وشفاف وهو انفيزيبل، يعني شفاف، عنده يعني اللون ديالو حليب، كريم حليب ما كيبانش. واخا كديريه ما فيه حتى شي لمعه، ما فيه حتى شي حاجه، يعني واخا كديريه ما كيجيش باين. وثانيا كيشرب البشره ديالك، ملي كتلقوا على البشره هكايا كتلقيه على الوجه ديالك، يعني داك سميتو كيشرب داك ليكرو ديالك كتشربوا الوجه ديالك، يعني ما فيه حتى شي لمعه، ما حتى شي حاجه، ما كيضايقك ما والو، ما كيجيكش ثقيل على الوجه ديالك. كذلك هاد لاغوش بوزاي يعني ضروري انكم تغسلوا بالغسول ديال الوجه عاد تاخذوا الطوب باش تديروا على الوجه يكون نظيف ويكون نقي. وهاد لاغوش بوزاي انك انتي نسي ملي كتبقاي ديريه باستمراريه كيبدي تحسي بالوجه ديالك، كيبدا يفتح، كيبدا اللون ديالو غادي وكيفتح، كيبدا ديك التصبغات كتبدا غادا وكتهرب، عندك شي تصبغات في الوجه، يعني كتيحميك من اشعه الشمس وفي نفس الوقت علاج. هنا باش هاد المنتوج هذا باش هو زوين، هذا باش هو عاجبني انا، ديما كنديرو وديما كنبقى نستعملو، يعني لا في الصيف ولا حتى في الايام العاديه، في طوال السنه كنبقى نديرو. هذا هو هاد المنتوج، الحاجه اللي فيه زوينه، يعني منه علاج ومنه انك كتحمي راسك من الشمس. كذلك كما قلت لكم البشره الدهنيه والبشره المختلطه. والناس اللي عندهم ديك الدهنيات اللي كتكون عندهم فوق الجبهه وفوق الانف كتكون عندهم ديك الدهون وعندهم في الذقن ديالهم، يعني كيساعدك هاد لاغوش بوزاي ديك الدهون ما كتبقاش. ملي كتبقاي تلاقي كدير الشرب هذاك داك ليكرو كيبدا يشربوا الوجه ديالك وكيبقاو ديك الدهون كيبداو ينقصوا، ما كيبقاوش تبدا يتعرقي وكيبداو يخرجوا لك. هنا باش هاد لاغوش بوزاي باش كنصحكم به، راه زوين، ولكن قبل ما ديروه ضروري ما ديروا واحد التيست اللي هو صغير، ديروه باش كتعرفوا النوعيه ديال البشره ديالكم باش تقدروا تعرفوا تختاروا اش من نوع ديال ليكرو اللي ديروا. تابعوا معايا. وهاد لاغوش بوزاي باش زوين الثاني انه مقاوم للماء، تيلهبطي لابيسين ولا كنتي في لابلاج ولا هادي ولا عمتي، يعني مقاوم للماء واخا كتعومي، يعني كيبقى ديك الفعاليه ديالو يعني محميه من الشمس وحتى من داك الملح ديال البحر اللي هكا كنهبطو نعومو في لابلاج ولا شي حاجه، كتبقاي محميه بداك ليكرو اللي دايره في الوجه ديالك. غير هي حاجه وحده اللي ننصحكم بها، ضروري ملي تخرجوا ترتاحوا داكشي عاوتاني تغسلي وجهك بالماء نقي ولا ماء معدني ولا شي حاجه باش كتحافظي على البشره ديالك وتعاودي ليكرو ديالك ثاني وتبقى تكملي كل ساعتين بقاو ديروه. ودائما ملي تبغيو تخرجوا من الدار ضروري ب 20 دقيقه ديروه للوجه ديالكم وخليوه عاد خرجوا، ضروري سبقوه ب 20 دقيقه حتى باش يشرب الوجه ديالكم عاد ممكن تخرجوا. حتى لو تعرضتوا للشمس بكثره ولا هذه كيكون الوجه ديالكم تشرب بداك ليكرو، لان هاد لاغوش بوزي انه النوع ديالو خفيف
وزوين اوكي حاول انه كيسد لينا حتى ديك المسامات اللي عندنا تتكون عندنا ديك المسامات واسعه ولا شي حاجه كيحاول يسدها لان هاد لاغوش بوزي خفيف حيت ليكرون السولاي اللي كيكون ثقيل ولا هادي كيبقى يغلق لينا دوك المسامات وداك وكيجعل لينا دوك المسامات كيبقاو يبداو يوسعوا الا كان ليكرون ثقيل اما هاد لاغوش بوزي النوعيه ديالو المنتوج ديالو يعني خفيف كيحاول ديك المسامات ديالكم كيتسدوا هادشي باش زوين هاد لاغوش بوزي وكنحاول انني كنصحكم به انكم ديروه وغادي تلقاو عليهم راحتكم وثانيا يعني في الصيدليه خذوه من الصيدليه واخا تيكون زايد شويه الثمن ماشي مشكل راه الصيدليه هي اللي خصكم تاخذوه منها باش كتاخذوا شي حاجه اللي هي طبيه وزوينه وفي نفس الوقت علاج دابا ليكرو الثاني هو ليكرو سولاي هو في فيشي هاد فيشي هادي حتى هو ماركه عالميه وزوين وكيتاخذ من الصيدليه والطبي وكل حاجه فيه زوينه ويعني كيحميك من اشعه الشمس وكل شيء وهذا الكريم هذا راه فيه جوج كاين واحد تيكون فيه تيكون انفيزيبل وواحد تانتي انتي كيبقى الاختيار اللي كنتي واش بغيتي تاخدي تانتي ولا تاخدي انفيزيبل وضروري كنأكد انكم ديروا التيست باش كتعرفوا اش من ليكرو اللي كيجي مع البشره ديالكم هاد انفيزيبل لان تيكون خالي من ما فيه حتى شي لون يعني تيكون غير كريمي هكا خفيف ممكن يديروه رجال ونساء لانه ما كيبانش فاش كطليه بحال هكا على الوجه ديالك كتسرحيه وديروا حتى على اليد ديالكم والعنق ديالكم راه مزيان باش الا كنتي كتعري في لابلاج ولا في البيسين ولا هذا يعني متاع عنقك ما كيكحلش لك ويدك ما كيكحلوش هذا الى انفيزيبل يعني تيكون اللون ديالو يعني ما كيبانش ممكن حتى الرجال يديروا اما لي تانتي اللي بغات تانتي تاخذوا تانتي ممكن علاش الا عندك شي عيوب في البشره ديالك كيخفيها لك الا عندك شي بقع سوداء خليهم لكم الاثر ديال الحبوب ولا هادي وما بغيتيش ديك العيوب تبان ممكن تاخذيه تانتي هاد فيشيت ممكن تاخذيه تانتي كديريه يعني كيخليك كيغنيك على الكريم الاساسي يعني كتولي ديري هاد ليكرو فيه ليكرو ليكرو سولاي يعني تيحميك من الشمس وفي نفس الوقت تيغطي لك العيوب اللي كتكون في الوجه ديالك من هنايا كتكوني ضربه عصفورين بحجر واحد ما كتحتاجيش انك تشري كريم اساسي وتشري ليكرو اللهم في واحد كتاخدي ليكرو فيه تا كريم اساسي هذا باش زوين هاد فيشي هذا وثانيا كيحميكم للناس اللي كيتعرضوا للشمس بكثره كيحميها وكيحمي من الاشعه ديال الشمس ما فوق البنفسجيه كذلك هادشي باش زوين هاد ايديال سولاي وكذلك ضروري هاد الناس اللي عندهم البشره كنصحهم بها اللي عندهم البشره جافه ياخذوا كريم ادغاتو علاش ياخذوا كريم ادغاتو باش يبقاو يرطبوا البشره ديالهم باش حتى داروا ليكرو ديالهم انها كتحمي من التجاعيد ومن كل ما هي حاجه اللي كتعرضوا لها لان البشره الجافه الا ما كنتيش كتكثري من شرب الماء وما كنتيش كديري كريم ادغاتو كيبداو يجيكم ديك التجاعيد في الوجه وداك التكماش في الوجه عند العينين وفوق الداقن ولا هنايا ما بين حنيكاتكم وداكشي كيبدا يجيكم داك التجاعيد ضروري من كريم ادغاتو ولكن الناس اللي عندهم بشره دهنيه ما كاين علاش يديروا كريم ادغاتو بلا ما يديروه لان كريم ادغاتو هما عندهم نسبه دهنيه في وجههم ما يحتاجوش كريم ادغاتو انا كنهضر مع البشره الجافه ضروري من كريم ادغاتو باش حتى درتو ليكرو كتجي هي هذيك دوزو ليكرو الثالث ليكرو الثالث هو تلاق جميع انواع البشره ممكن ديروه خصوص البشره الجافه والحساسه هاد ليكرو هذا هو لي دايلونك اكسترين هاد دايلونك اكسترين تلاق جميع انواع البشره ممكن ديروه يعني رجال ونساء لانه شفاف ما عندوش شي لون يعني ما كيبانش الا درتوه ما كيبانش حتى الرجال ممكن يديروه انهم باش يحميو البشره ديالهم الا مشاو لابلاج ولا هادي ولا كانوا خارجين يعني ما كيبانش واخا كيديروا الراجل كيديروا يعني ما فيهش ديك الزيوت وداك الشيء مزيات ولا هادي كديريه ما كيبانش بحال دايره غير شي كريم هكا حليب صافي مرطبه به وجهك وصافي وكتحسي حتى على
رطيب وفي نفس الوقت كيحميك من أشعة الشمس. والمكونات ديالو فيه فيتامين أ أولويفيرا. هاد أولويفيرا ملي تشوفي ليكخو فيه أولويفيرا عرفي راه ليكخو تا هو راه زوين وفعال. هنا كيبقى الفرق بين هذا وهذا وكيبقى الاختيار ليكم نتوما وكتشوفوا. ديما تنقول لكم التيست، راه التيست ملي كديروا التيست وكتعرفوا النوعية ديال البشرة تما كتعرفي تختاري ليكخو اللي بغيتي. هادشي باش بغيت نقدم لكم هاد الكخوات وانتم تختاروا اللي بغيتو. ومقاوم الماء، يعني الا هبطتي للبحر ولا لابيسين يعني كيبقى شاد، غير هو من ساعتين لساعتين ضروري انكم ما تبدلوا الكخو ديالكم صولاي، ضروري تبدلوه. وكذلك ملي تشوفوا هاد الكخو هذا راه الا شديتي البوطه ديالو راه تقري غتلقاي فيه واحد سميتو اي في ا وكاينه اي في بي. الفرق اللي بيناتهم اي في ا كتحمي من التجاعيد، اي في بي تتحمي من السميرار اللي تيجي في الوجه، ديك التصبغات وديك الحروق الجلديه اللي كتجينا ديال الشمس. هاد بي يعني، وكاين واحد اللي كيكون فيه حرف فيه ا او بي، يعني بجوج فيهم راه ديك بي فيه ا او بي. ولكن الفرق اللي بيناتهم كاين واحد تيكون فيه اي في ا هو راه نيت ليك خو واحد ولكن مكتوبين فيه بجوج، كيحمي من التجاعيد وكيحمي من السميرار اللي تتكون والتصبغات وتديك الحروق الجلديه. باش كنأكد عليكم يعني راه زوين. وحاجه اللي فيه زوين انه فيه واحد الريحه مجهده، هذه اللي ما تتعجبني فيه. انا جربته ولكن ما ارتحيتش له، ولكن الا جربتوه وعرفتي النوعيه ديال البشره ان غادي يجيك ممكن تجربيه وغادي تلقاي عليه تاو نتيجه زوينه ونتيجه مضمونه. وتا هو تيحمي، تا هو راه صيدليه ويعني طبي وزوين وفعال. هو الحاجه ندوزو ليكخو عاوتاني، هذا اخر واحد ان شاء الله هو نيفيا. هاد نيفيا هذا كما كنعرفو حتى هو ماركه عالميه وزوين وخفيف، حتى في الكريم ديالو خفيف وزوين وفعال ومبيض واقي الشمس ورخيص الثمن ديالو، ماشي الثمن ديالو غالي، في متناول الجميع. ممكن حتى بنات المدرسه يديروه، البنات اللي باقيين صغار هكايا في الثانوي في هادي ممكن يديروه باش كيحميو البشره ديالهم، لانه كل مره غادي للمدرسه جايين او غادي لابلاج ولا هادي زوين. خصوص هما البشره ديالهم ماشي تعبانه بالماكياج، ما كيديروش الماكياج بزاف. هادي هاد نيفيا زوين، انا كنصح به البنات اللي هما باقيين صغار، وكذلك حتى النساء اللي متقدمين في السن ممكن يديروه، لانه فيه ترطيب وفيه انك وقايه، يعني كتحمي البشره ديالك من اشعه الشمس. زوين، دائما خصنا نختاروا شي ماركه اللي هي زوينه معروفه وعالميه، خصوصا النساء اللي تيكونوا متقدمين في السن دائما تختاروا ليكخو اللي هو اللي كيجي مع البشره ديالكم. دائما تيست، راه الا ما درتوش التيست ما تبقاوش غير تجي اي ليكخو وتحطيه على وجهك، ديري التيست وديري التجربه وشفتيه ما داير لك لا حساسيه لا حتى شي حاجه لا والو، ممكن ليكخو ديالك تبعيه هكا عادي صافي، حتى شي حاجه ما غادي تضرك. هاد نيفيا هذا حتى هو كذلك عنده المقياس الدرجه ديالو، المقياس الدرجه واقي الشمس على الحمايه الاشعه ما فوق البنفسجيه، فيه حتى هو فيه ديك اي في ا وفيه اي في بي. هاد اي في بي و اي في ا، اي في ا كتحميك من التجاعيد، كذلك اي في بي من السميرار ديال الاشعه ديال الشمس، يعني كيجينا داك السميرار في الوجه ديك التصبغات، يعني كيحمينا من الاشعه ديال الشمس، زوين وفعال. كذلك عندنا عاوتاني عندنا نيفيا اخرى الثانيه، حيت هما راه كاينين جوج، كاينه ديك الزرقاء عاوتاني الثانيه حتى هي العكس عليها هي. هاد واقي الشمس الازرق كذلك حتى هو زوين وفعال، وجربته هذا عن تجربتي وبغيت نشاركه معكم. ديما حتى انا عندي في صاكي زوين، حتى هو اونتي اش كريم لمكافحة شيخوخة البشرة، كنصح به كاع النساء اللي متقدمين في السن، يعني هذا ما يخطاهمش ديما يكون عندهم، وخا يديروا أي ليكخو بحال فيشي بحال لاغوش بوزاي بحال هادي، ضروري من هاد نيفيا تكون عندكم ديما في الصاك ديالكم، راه زوين ومرطب وزوين أنك كدوزي على الوجه ديالك وكيرطب لك الوجه وكيحميك من الشيخوخة. وحتى الناس البنات اللي هما ولا النساء اللي هما من فوق 30 كلهم يبقاو يتبعوا هاد نيفيا، هادي راه زوينة وماركة عالمية، والدرجة ديالو يعني 30% الحماية ديالو، علاش لما لا علاش ما نديروش زوين.
وهنا كيسالي لا فيديو وتنتمنى لا فيديو انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من النصائح. وكاينين بزاف ديال الانواع ديال لي كرو، الوقت ما كيكفينا. الفيديو الا عجبكم وعجبكم النصائح واستفدتوا منهم ما تنساوناش في لي لايك وتعليقات زوينين، وتبارك الله عليكم وعطله سعيده وعيد مبارك سعيد، وبسلامه عليكم.